السلام عليكم، معكم دكتور احمد خميس. هنتكلم النهارده ان شاء الله عن هرمون مهم جدا وخطير جدا في نفس الوقت. هنتكلم عن هرمون يعتبر سلاح ذو حدين، ليه فوائد كتيره جدا وكمان ليه استخدامات كتيره، ورغم ذلك ليه اثار جانبيه واضرار كتيره جدا. هنتكلم النهارده عن هرمون الكورتيزون، هنقول ايه هو هرمون الكورتيزون وبيتفرز منين هرمون الكورتيزون وبيستخدم في ايه، وهي اثاره الجانبيه والاضرار اللي بتظهر مع استخدام المستمر لهرمون الكورتيزون. يلا نبدا. اولا ايه هو هرمون الكورتيزون وبيتفرز منين؟ هرمون الكورتيزون من الهرمونات المهمه جدا والمشهوره جدا الموجوده في الجسم، وبيتفرز من الغده الكظريه الموجوده فوق الكلى اليمين والكلى الشمال، علشان كده اوجات بيسموها الغده الفقراويه، وبيتفرز وقت الصباح بكميه كبيره عن وقت المساء، ويبدا يقل تدريجي خلال اليوم، علشان كده بيساعد في تنظيم الساعه البيولوجيه المسؤوله عن تنظيم النوم عند الانسان. في البدايه بكل بساطه، الكورتيزون من اقوى مضادات الالتهابات الموجوده على وجه الارض، وكمان من الهرمونات المهمه جدا لتنظيم عمل الجهاز المناعي والعمليات الايض داخل الخلايا، اللي من خلاله بتبدا الخلايا تحرق المخزون من الجلوكوز والاحماض الدهنيه وتحولها الى طاقه في صوره ATP او تحولها من صوره لصوره اخرى. والقاعده الطبيه بتقول اذا لم تعرف السبب اعط الكورتيزون، والاسطوره الطبيه الشهيره بتقول if the case is unknown give كورتيزون. ولكن في المقابل كميه كبيره جدا من الناس بتخاف من الكورتيزون، وبيحصل عندها هاله هلع وفزع لما تعرف ان الدكتور كاتب لها كورتيزون، وعلى عكس المقابل كمية كبيرة من الدكاترة بتحب تكتب الكورتيزون وبتوصف الكورتيزون بكمية كبيرة، وخاصة في الحالة اللي التشخيص بيكون فيها مش واضح والدكتور مش عارف يشخص الحالة ويعرف السبب ايه، يبدأ يوصف الكورتيزون. والأمر وصل ان بعض الدكاترة بدأت تكتب الكورتيزون في حالات البرد البسيطة علشان بتجيب نتيجة كويسة ومضمونة في الحال. سمع حد بيقول طب السبب ايه؟ السبب ان الكورتيزون ده أسطورة فعلا بمعنى الكلمة، وبالفعل مضاد عام للالتهابات بكل مسبباته، سواء كانت عدوى فيروسية او عدوى بكتيرية او حادثة او التهابات او مرض مناعي او سرطان خبيث او تسمم. علشان كده لما ندي الكورتيزون بكمية كبيرة في اي حالة مرضية بيبدأ التحسن بشكل كلي او جزئي في الحال، بس الدنيا مش بالسهولة ديت، والتحسن دي مبدئيا في غير موضعه، وبعد فترة بيتحول لكارثة، وبعض الحالات بتوصل للوفاة. على سبيل المثال تخيل معايا كده مريض مصاب بالتهاب رئوي بكتيري حاد، وعنده ارتفاع في درجة الحرارة وسعال شديد وزيادة افرازات الجهاز التنفسي، وكمان عنده ألم متفرق في الصدر كله. هندي المريض ده جرعة كبيرة من الكورتيزون، ايه اللي هيحصل له؟ في أول كام ساعة هيبدأ يحس بتحسن رهيب، وكل الأعراض هتروح، الحرارة هتنزل، مفيش ألم، مفيش سعال، كل الأعراض هتبدأ تختفي بشكل كلي أو بشكل جزئي، والمريض هيحس إن هو متحسن جدا، إن هو مرتاح جدا. طيب بعد 24 ساعة المريض هيكون في حالة من الاثنين، إما على جهاز تنفس صناعي أو في القبو. هتقول لي ليه؟ هقول لك علشان الكورتيزون خفى الاعراض كلها وخف بالالتهابات من خلال ان هو هبط الجهاز المناعي ووقف عمل الجهاز المناعي، بس في المقابل سايب البكتيريا تدمر في الجهاز التنفسي وتدمر في الجسم كله وتعمل تسمم في الدم. طيب انت عايز تقول ايه؟ انا عايز اقول ان الكورتيزون ممكن يقوم بدور مساعد في علاج حالات الاصابه بعدوى بكتيريا جديده، اللي من شده البكتيريا بتبدا تستفز الجهاز المناعي، ويبدا الجهاز المناعي يشتغل بشكل غير منظم، ويبدا يهاجم الجسم وخلايا الجسم على انها اجسام غريبه، ويبدا يدمر فيه ويعمل هبوط في الدوره الدمويه، بس ده بيكون تحت تغطيه كويسه من المضادات الحيويه اللي هي العلاج الاساسي للبكتيريا اصلا. طيب بعيد عن العشوائيات، ايه هي الاستخدامات الطبيه للكورتيزون؟ الكورتيزون بيغطي طيف رائع من الامراض، بيحتاج الكورتيزون كعلاج اساسي او علاج اولي بجرعه محدده وبكميات محدده. واللي يميز الكورتيزون ان هو موجود في اشكال كتيره جدا في الصيدليه، موجود في صوره حجم بتستخدم عن طريق العضل او الوريد، وموجود في صوره شراب، وموجود في صورة كبسولات وأقراص، موجود في صورة مراهم وكريمات، وموجود كمان في صورة بخاخات تستخدم في حالات الربو، وموجود في صورة قطرات للعيون، وكمان في منه سريع المفعول وطويل المفعول. علشان كده علشان نلم موضوع الكورتيزون كله في حلقة واحدة، وعلشان نقول كل استخدامات الكورتيزون، محتاجين فيديوهات كتيرة جدا مش فيديو واحد علشان نبين الكلام ده. ولكن أشهر الاستخدامات على سبيل المثال، واحد أمراض المناعة الذاتية اللي هي اسمها autoimmune disease، اللي هي الجسم بيبدأ يهاجم نفسه ويعتبر أجزاء من جسم غريب ويبدأ يهاجمها ويدمر فيها، وعلى رأس الأعضاء ديت اللي هو الكلى والمفاصل بيبدأ الجسم يعتبرها أجسام غريبة ويهاجمها ويعمل فيها التهابات ومشاكل كبيرة. 2 كورتيزون بيستخدم كجزء من العلاج الكيماوي لبعض سرطانات الدم. 3 بيستخدم للسيطرة على انتشار بعض الأمراض الجلدية الخطيرة زي مرض الصدفية مثلا. 4 بيستخدم في علاج الحساسية بكل أنواعها وأشكالها وأعراضها الخطيرة والبسيطة.
سواء كانت في الجلد أو في الجهاز التنفسي. 5 يستخدم في علاج الربو الشعبي، وده عبارة عن حساسية زايدة في الجهاز التنفسي اتجاه مسيرات عديدة. 6 يستخدم كعلاج مساعد في بعض حالات الهبوط الشديد في الدورة الدموية اللي ممكن تحصل بسبب الحساسية لأي مواد، أو الحساسية بسبب المنتجات، أو الحساسية بسبب الأدوية زي البنسلين والأنافلاكتيك شوك، علشان بيحافظ على ضغط الدم ويسيطر على الالتهابات ويبدأ يثبط المناعة المبالغ فيها والزيادة عن اللازم. 7 بيستخدم على هيئة كريم ومراهم لعلاج كمية كبيرة جدا من مشاكل البشرة زي الحساسية والإكزيما والصدفية. كل مشاكل البشرة غالبا بيكون داخل فيها هرمون الكورتيزون. 8 بيستخدم على هيئة حقن موضعي في المفاصل أو في الجلد لعلاج بعض مشاكل البشرة. 9 وكمان بيستخدم في قطرات العين سواء كان بمفرده أو بيستخدم مع مضادات حيوية أو مضادات فيروسية لعلاج مشاكل العين والتهابات العين. 10 في بعض أمراض القلب زي الحمى الروماتيزمية اللي بتسبب التهابات في بعض أجزاء القلب والالتهابات اللي بتحصل في الغشاء التمور المحيط بالقلب. 11 وأخيرا في عمليات نقل الأعضاء اللي هي اسمها أورجان ترانسبلانتيشن، من خلال إن الكورتيزون بيبدأ يقلل المناعة ويخلي مناعة الجسم ما تعرفش على الجسم الغريب أو الأورجان اللي داخل، لأن المناعة لو عرفت الأورجان اللي داخل هتبدأ تعمل رفض ليه والعملية بكده هتبدأ تقوم. الوجه الآخر من الكورتيزون من A to Z، من الطرائف الحقيقية جدا عن الكورتيزون ان الدواء الوحيد في العالم اللي العلماء عدوله أثار جانبية وأضرار بتبدأ من حرف الألف لحرف الياء. بس على العموم خدت قاعدة، كل ما كان استخدام الكورتيزون موضعي وبكميات بسيطة والكمية اللي بتوصل الدم كمية بسيطة زي المراهم والبخاخات وبجرعة محددة وفي وقت محدد، كل ما كانت الأثار الجانبية قليلة وتكاد تكون لا تذكر. بس الأثار الجانبية بتبدأ تظهر وتبان في حالات الاستخدام بشكل كبير وبشكل مستمر، علشان كده المشاكل بتظهر مع استخدام الكورتيزون بجرعة كبيرة والفترة طويلة في هيئة حقن أو أجراس. طيب إيه هي أهم الأثار الجانبية للكورتيزون؟ 1 ارتفاع الضغط والسكر، وده هيكون لحلقة منفصلة هنقول فيها إزاي إن الكورتيزون بيبدأ يرفع الضغط ويرفع السكر. 2 تظبيط الخلايا المناعية، وده بيزود من حدة الإصابة البكتيرية والفيروسية. 3 بيسبب قرح في المعدة، علشان بيعمل تلف في البطانة المخاطية اللي بتحمي جدار المعدة. 4 بيسبب عشب العظام، طيب ليه؟ علشان بيتعارض مع فيتامين دي، وزي ما قلنا في الحلقة دي بالتفصيل وشرحنا ازاي فيتامين دي بيتأثر بالكورتيزون وازاي هما الاثنين بيقللوا عمل بعض وازاي الكورتيزون بيبدأ يقلل فيتامين دي ويأثر عليه. 5 الكورتيزون بيقلل من التئام الجروح، علشان كده لو انت عندك جرح مفتوح بلاش تستخدم عليه مرهم او كريم مضاد حيوي يكون بيحتوي على الكورتيزون زي الفيوسكورت مثلا. ممكن نستخدم مضاد حيوي بس زي الفيوسيدين او الجيروميسين علشان ما فيهمش كورتيزون، والكورتيزون بيقلل من التئام الجرح نفسه وبيخليه ياخد وقت كتير علشان يلتئم. 6 الكورتيزون بيسبب ضعف في العضلات، علشان بيكسر البروتين اللي بيتكون منه الانسجه العضليه. 7 السمنه والزياده في الوزن، ودي سمنه كاذبه علشان بيبدا يزود السوائل في الجسم ويبدا يعمل ظاهره اسمها صوديوم اند ووتر تنشن ويبدا يزود ميه تحت الجلد، وكمان بيدخل فيض الدهون في الجسم فيبدا يزودها في اماكن معينه زي الوجه مثلا، بيعمل ظاهره اسمها مون فيس وجه القمر. وللاسف في كميه كبيره جدا من البنات بيستخدموا النوع ده من الحبوب اللي هو الترياكتين علشان يزيدوا في الوزن، وده كارثه وليه اضرار كتيره جدا، وده هيكون لحلقه منفصله هنتكلم فيها ونقول هو ازاي بيزود الوزن وبيزوده في اماكن معينه، بس ليه مشاكل واثار جانبيه كتيره جدا هنتكلم عنها في حلقه منفصله ان شاء الله. 8 وكمان الكورتيزون بيسبب مشاكل واثار جانبيه على الجهاز العصبي والنفسي زي اضطرابات في المزاج وزي الزهق والاكتئاب والانفعال، وساعات بتوصل للحالات الشديده ان الانسان يحصل له انفصام. الخلاصه في الحلقه، الكورتيزون سلاح ذو حدين ولابد ألا يوضع في غير موضعه الصحيح. وبكده هنكون وصلنا لنهاية الحلقة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس علشان يصلك كل جديد. كان معكم أحمد خميس، والسلام عليكم.